إن دخلنا في درس التاريخ من الصعب جدا أن يجارينا أحد في مضمار، وخاصة النصارى، لنكون واضحين. طبعا نحن ليس لدينا تاريخ طويل مشترك مع الهنادكة مثلا أو البوذيين أو الكونفوشيسيين، لكن لدينا تاريخ مشترك عبر الصليبيات وما تلا الصليبيات، وقبل ذلك حتى من الحروب الأولى مع بيزنطة دولة الروم الشرقية أيها الإخوة، تاريخ مشترك طويل إلى اليوم في أعقاب الاستعمار والتخلص من أوضار الاستعمار، ولا تزال إسرائيل بنت الاستعمار جاثمة على صدور العرب والمسلمين والفلسطينيين إلى اليوم وإلى الساعة أيها الإخوة. ولذلك لا يمكن أن يجارونا في مضمار، لنكن واضحين، لا يمكن أن يجارونا في هذا المضمار. هذه الكلمات لا أقولها لهم، أقولها لهؤلاء المرتدين الذين يتحدثون عن المحبة والسلام المفقودين في الإسلام، وقد وجدوهما زعموا في النصرانية. نصرانية التاريخ الآن مستحيل. إذا أنتم لم تفقدوا المحبة والرحمة والعفو والتسامح في النص الإلهي، هل فقدتموه في التاريخ ووجدتموه هناك في سياق آخر؟ لنرى لنرى. حدثتكم غير مرة أيها الإخوة عن الكتاب الفذ، وأنا أنصح كل أحد، كل مسلم ومسلمة، باقتنائه ومدارسته بتمعن. كتاب يقع في زهاء 500 صفحة أيها الإخوة، والكتاب يمكن أن يقال عنه إنه وثيقة ممتدة عبر 500 صفحة، وثيقة ممتدة أيها الإخوة، تستند إلى مئات الحوادث الموثقة بلغات أوروبية كثيرة وبعضها شرقي أيضا، والكاتب كان نابغة، السيد السير توماس أرنولد طيب الله ثراه، الدعوة إلى الإسلام preaching of Islam، والكتاب ترجم إلى العربية وترجم إلى لغات أخرى، فذ في بابه، وثيقة عبر 500 صفحة أيها الإخوة، تستند إلى مئات الوثائق والمصادر العلمية المحترمة الرصينة، تثبت أن الإسلام انتشر برحمته وبقوة قيمه الذاتية، وبتعبير أو على حد تعبير السير توماس أرنولد، طابعه الهدوء والمسالمة، طابعه الهدوء والمسالمة. ومن أجمل ما أثره أرنولد في كتابه الفذ هذا ما ذكره أحد المؤرخين وقد كان شاهد عيان يروي القصة. نشبت حرب بين السلطان الأعظم العثماني وبين القائد المجري الشهير بين الأشهر هنيادي، فجاء هذا المؤرخ شاهد العيان راوي القصة والحكاية إلى هنيادي يسأله: أيها القائد المظفر، ماذا كنت تصنع لو انتصرت في هذه الحرب وظفرت؟ فقال: كنت سأؤسس للملة المسيحية الكاثوليكية الرومانية، سأطبع هذه البلاد التي أغلب عليها وأظهر عليها بهذا الميسم بهذا الطابع، لا دين إلا الكاثوليكية، مش حتى المسيحية في تعددها المذهل، لا لا لا، فقط الكاثوليكية الرومانية ما في. هذا ما سأفعله. قال: يتقرب إلى يسوع بهذا، يتقرب إلى سيد المسيح بهذا. فجاء شاهد العيان المؤرخ هذا إلى السلطان الأعظم بذكاء وسأله: أيها السلطان المبجل، ماذا كنت صانعا لو أنك ظفرت وظهرت؟ قال: كنت سأبني، ولا يدري، لا يدري جواب هنيادي، ولا يدري أنه سئل من قبلي أصلا، كل يصدر عن منطقه، يصدر عن مزاجه الملي والعقدي، عن تفكيره العلمي الذي أورثه إياه رجال الدين وعلماء النصوص. أجاب السلطان المبجل رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: كنت سأبني إلى جانب كل مسجد كنيسة، شحول شعر بدني، وأترك للرعايا مطلق الحرية أن يعبدوا ما شاءوا كيف شاءوا في أيه ما شاءوا. من أحب أن يتعبد في كنيسة فليفعل، من أحب أن يتعبد في مسجد فليفعل. هكذا سارت خطة المسلمين. فولتير أيها الإخوة بنى رسالته الأشهر، رسالة في التسامح، على الواقعة المروعة الأليمة لمصر جان كالاس. جان كالاس كان فردا مسيحيا أيها الإخوة، متحولا إلى المذهب المعارض البروتستانتي،
لم يكن كاثوليكيا كسائر سكان تولوز في فرنسا وسائر سكان فرنسا في العموم. إلى اليوم الأغلبية كاثوليكية ليست بروتستانتية هناك، فتحول إلى المذهب البروتستانتي. كان له ابن قوي شديد أيد يعاني من مرض نفسي، نوع من الاكتئاب أو الفصام أو كذا، انتهى به إلى أن يرحل نفسه، شنق نفسه، ولفقت تهمة للأب والخادمة ولدين آخرين وللزوجة ولشاب ضيف نزل عليهم بأنهم جميعا تآمروا على شنقه، وما من دليل واحد. ثم نفذ حكم الإعدام في الأب، ونفي الشابان، وأخذت الأم والبنت أيها الإخوة وجعلت في سجن. كارثة من الكوارث يحكيها فرانسوا فولتير بتفصيل مؤلم يعتصر القلب. 7 من القضاء أو 8 قضوا بوجوب إعدام جان كالاس الأب، الشيخ 70 الذي كان يعاني من مرض الخرع، كان مخروعا في ركبه. كيف شنق شابا قويا؟ لم تسجل أيها الإخوة، لم تسجل أو لم يسجل جرح واحد أو كدمة أو خدش على نحو من أنحاء جسمه. إذن كيف تم شنقه؟ هو الذي شنق نفسه. المهم بعد أن فرغ فولتير وأطال النفس أيها الإخوة في النكير وتهجين هذا المسلك المتعصب المزري بالمسيحية وروحها أيها الإخوة، انتقل بعد ذلك ليعير قومه. عيرهم، قالهم علينا أن نخرج قليلا من دائرتنا هذه، كان يقول الدائرة الوبيلة، لننظر إلى بلاد السلطان الأعظم. انتبهوا، الدهر قلب والأيام دول، كيف انقلبت الأمور، كيف صار المسلمون الآن يعيرون أنفسهم بالتسامح المعيش الذي ينعم في ظله عشرات بل مئات الملل والنحو واللغات أيها الإخوة. كما قلت مرة أنا في بريطانيا وحدها، في لندن أكثر من 340 لغة أيها الإخوة، الديان واللغات كلها في تسامح. كنا هكذا تماما وأحسن من هذا، كنا أحسن من هذا المستوى، على أرفع من هذا المستوى. قال نخرج إلى بلاد السلطان الأعظم فنجد أنه يعيش في إسطنبول العاصمة زهاء 200,000 يوناني في سلام ونعيم، موفورين وادعين. أما في سائر الجزر وسائر البلاد الخاضعة أيها الإخوة لسلطة السلطان، قال فالمفتي بنفسه هو الذي يسمي البطريرك، بطريرك الكاثوليك هو الذي يسمي المفتي. وقد سمح اللاتين أيضا أن يكون لهم بطريرك يقول فولتير، والسلطان نفسه هو الذي يسمي أساقفة هؤلاء اللاتين في بعض الجزر اليونانية السلطان بنفسه. ثم قال فولتير وإلى أولئكم أي المسيحيين على اختلاف نحلهم وطوائفهم، وذكر منها شيئا يسيرا، قال يعيش اليهود والزردشتيون والإبراهمانيون ومن الأخرى كثيرة ولم تسجل الحوليات التركية نشوب نزاع أو عدوان بسبب ديني بين هذه الطوائف والملل والنحل. يعيرهم بمستوى التسامح أيها الإخوة وحرية الاعتقاد والتدين التي ينعم بها مواطنو السلطنة العثمانية في ظل السلطان الأعظم العثماني رحمه الله تعالى. هذا التاريخ، هذا التاريخ جوستاف لوبون في كتابه العظيم الشهير حضارة العرب يتحدث طويلا في صحائف من نور عن ممجد أيها الإخوة، بل مبالغ الفتح الإسلامي الرحيم، فتح حرب أيها الإخوة لكن رحيم ومتسامح وكريم ومحضر وممدين، محضر حقيقة، ممدين حقيقة، كما قال إتش جي ويلز في الأوتلاين في المعالم، معالم تاريخ الإنسانية، قال أينما كان الإسلام يحل كانت المدنية لا تسير بل تركض ركضا. هذه رسالتنا، هذا الذي أورثناه العالم يوم كنا في رأس العالم ومقدم الركب أيها الإخوة. هذه ليست كلمات مشايخ ومؤرخين عرب، كلمة كبار القوم هنا، كبار عباقرة التاريخ والدرس التاريخي في الغرب. بعد هذه الصحائف عقب يقول والحق أو وفي الحق أن تاريخ العالم على طوله لم يعرف فاتحين
متسامحين راحمين، يعني رحماء كالعرب. شيء قال عجيب مدهش محير. وهل ننسى وصايا الرسول؟ وهل ننسى وصايا أبي بكر وعمر؟ أيها الإخوة أيها الفاتحين، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا، عقر النخل إذا قطع رأسها، ولا تعقروا عفوا نخلا، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تقتروا أو قال تذبحوا بقرة أو شاة أو بهيمة إلا لمأكلة من بهائم الأنعام إلا لمأكلة. إيش الحرب هذه؟ واليوم في القرن العشرين، شهد القرن العشرون المتصرم الحرب الشاملة التي لا تبقي ولا تذر، التي أبادت 200,000 في دريسدن بألمانيا بعد أن وضعت الحرب أوزارها وسحب النازي، 200,000 بضربة واحدة على يد المحرر الأمريكي الأبيض، التي ألقت بقنبلتين ذريتين كتجربة وكترهيب إرعاب للاتحاد السوفيتي حتى يلزم حده المعسكر الشرقي على أناس كانوا قد استسلموا قبل ليلتين في هيروشيما وناجازاكي، والضحية أكثر من 200,000 في دقائق. حرب شاملة، حرب شاملة، ليس على الجيش ومن يشارك في الحرب، إنما على كل الناس، على الحضارة والمدنية والتاريخ، على ما يدب وما يسكن. شيء غريب. ثم يتبجحون علينا بدروس التسامح. أين تاريخكم من تاريخنا؟ لا لا، في هذا المضمار لا يستطيع أحد أن يجارينا. ليستيقظ جيدا وليقرأ تماما وليتمعن وليتمعن. هناك خلافات في تاريخنا وقعت بين النصارى وبين المسلمين، بين اليهود وبين المسلمين، بين المسلمين وبين المسلمين، شيعة وسنة. أيها الإخوة، ذهب ضحيته عشرات، مئات في أكثر تقدير، عبر القرون 14 قرنا هم يضخمونها، لكن كم ذهبت أو كم ذهب ضحايا الحرب الدينية المذهبية هنا في أوروبا في 3 قرون فقط، بين الكاثوليك والبروتستانت. أيها الإخوة، 40% من سكان أوروبا بادوا، نصف السكان ذهبوا ضحية هذه الحروب. 1572 في ليلة عيد القديس بارتليمي، سانكت بارتليماوس، أحد الحواريين، أحد حواري المسيح، سانكت بارتليماوس هذا حواري بحوالي 12، ليلة عيده أصدر ملك فرنسا أيها الإخوة شارل التاسع أمرا بقتل الخوارج. عندهم خوارج، من هم؟ البروتستانت. قال هؤلاء خوارج مرتدون، اقتلوهم. وبدأ الذبح أيها الإخوة في باريس، في باريس 3,000 في سويعات قليلة كانت تبقر بطون الحوامل، وتؤخذ الأجنة ويضرب بها عرض الحائط فتنفجر الرؤوس هكذا، ذبح ذريع لم يرحموا أحدا. 3,000 وسارت العدوى في سائر المدن الفرنسية، فسقط بين 6,000 إلى 8,000 في نفس الوقت عدوى. تاريخ مخزن. ماذا كان موقف البابا الأعظم، الحبر الأعظم غريغوار 13؟ هل أدان أم سكت؟ يا ليته سكت. قام وأمر بإيقاد نيران الفرح وقرع الأجراس، يوم عيد يوم فرحة، وأمر الرسام الشهير فازاي، أمر فازاي أن يخلد الحدث السعيد في لوحات جدارية في الفاتيكان. قال ارسم هذا، ممتاز، مذبحة سانت أو سانكت بارتليمي، خلدها خلدها. وأمر بأن تسك مسكوكات عملة أيها الإخوة تخلد الحدث، وعليها صورة البابا غريغوار 13، وإلى جانبه رجل سياف يقطع رأسا بسيفه، وتحت المسكوكة جملة من كلمتين: قتل الخوارج، يعني المرتدون، أبوستيتس، قتل الخوارج. متى حدث شيء غريب من هذا في تاريخنا كله؟ أبدا، قط لم يحدث بحمد الله تبارك وتعالى، قط. كيف انتشرت النصرانية في هذه الربوع الخوالي منها قبله في روسيا مثلا؟ كيف انتشرت في أول القرن 11 الميلادي 1015 بدأ التعميد، وبالجملة يعمد أهل بلاد وقرى ودوقيات، دوقية
بالجملة في النهر يخرجون 5,000 4,000 يتعمدون كلهم مرة واحدة، ومن أبى القتل مباشرة أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، على يد من؟ على يد جمعية إخوان السيف، Brothers of Sword أو of the Sword. إخوان، شوف الاسم حتى مخيف، إخوان السيف، إخوان السيف لإدخال الناس بالسيف في المسيحية، ومن أبى القتل مباشرة. يترأسهم القديس فلاديمير، سانت هذا سانت فلاديمير. من هو فلاديمير؟ فلاديمير رجل يضرب المثل به في الشهوانية والوحشية، 3,500 امرأة كان لديه، 3,000، بعضهم يقول لا لا هذه مبالغة، حولياتهم في الحقيقة كان أقل منها، كم كان؟ 500 قالوا، يعترفون 500 امرأة، يدور على 500 امرأة، رجل زير نساء شهوان، 3,500 والمثل أيضا به مضروب في الشيطانية في الوحشية. لكن مع ذلك الكنيسة الأرثوذكسية عمدته، بل طوبته، يعني طوبته قديسا سانت سانكت. لماذا؟ قال لأنه أدخل الناس في دين يسوع، يسوع يتكفل بمغفرة ذنوبه، ما في مشكلة كان كذا، ما شاء الله. اقرأوا Preaching of Islam واقرأوا هذا التاريخ، اقرأوا تاريخ أوروبا العصور الوسيطة لفيشر المؤرخ الحجة الثقة صاحب تاريخ أوروبا الحديثة أيضا في مجلدين، هذا في تاريخ فيشر، هذا لم يكتبه مؤرخ شرقي أو عربي حاقد أو مستغرب مسلم، لا لا لا، كتبوه هم بوثائقهم هكذا أيها الإخوة. الملك كونت في الدنمارك كيف أدخل رعاياه ومواطنيه الخاضعين في ممتلكاته وأراضيه المسيحية بقوة السيف والإرهاب. شارلمان كيف أدخل السكسون عبر حروب امتدت 33 سنة شهدت من المجازر والبشاعات والوحشية ما تقشعر منه صحائف التاريخ. لم يجد المساكين السكسون بدا في النهاية إلا أن يدخلوا في المسيحية. الذبح مستمر عبر 33 سنة تواريخهم، هذه في كتبهم الموثوقة، لا أحد يكذب هذا ولا يشكك فيه، هذه حقائق. النرويج، خاصة جنوب النرويج، قسم الجنوبي من النرويج، كيف دخلوا في المسيحية أيها الإخوة؟ ها؟ نفس الشيء، القتل والتشريد والنفي والتقطيع من خلاف لكل من يأبى. ونحن دين يقول لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. تأتي امرأة مسيحية إلى عمر بن الخطاب تسأله المعونة، قصرت معها المادة، فيستعبر عمر يتأثر، تسيل عبراته ويأمر لها مباشرة برفد، لابد أن تعطى هذه ما يسد خلتها من الرعية. ثم يعرض عليها الإسلام، يعني يا أمة الله ألا تدخلين الدين؟ قالت كلا أنا راضية بما عليه. قال أنت وما رضيتي. ثم ابتهل يا الله كالمستغفر، كأنه حس يعني من موقع سلطتي كخليفة أعرض عليها، مجرد العرض ممكن يشكل شبهة إكراه. يقول اللهم إني وتعلم لم أرد أن أكرهها، إنما بغيتها الخير، لا تؤاخذني، ممكن خطأ أنني كخليفة أعرض الإسلام عليها، تخاف المسكينة تجفل ربما، لكن الحمد لله هي لم تسلم، فاللهم لا تؤاخذني. شو ما هذا يا أخي؟ ما هذا الضمير؟ ما هذه الحرية؟ هذه حرية التدين والاعتقاد والتفكير والتعبير، حرية غير مسبوقة في التاريخ على فكرة، غير مسبوقة بالمطلق في التاريخ أيها الإخوة، بالمطلق. كريستوفر كولومبوس الذي جرت العادة على تصويره، تعلمون كيف؟ يصور إنسانا من شقين، شق أيها الإخوة يحمل السيف ويلبس الزرد، فارس مغوار، وشق آخر يلبس الرداء الأسود الكهنوتي ويحمل الصليب، هذا كولومبوس. واسألوا التاريخ، واسألوا اللاتين، واسألوا أمريكا الجنوبية ماذا فعل بالأزديك والمايا والإنكا، اسألوا لاس كازاس الذي طبع كتابه في 6 مجلدات بالفرنسية قبل بضع سنين فقط لأول مرة، تاريخ الهند، يقصد أمريكا اللاتينية طبعا ونواحيها، في 6 مجلدات يحكي فظائع مخيفة أيها الإخوة، فظائع ليس من السهل أن تقرأها. ويكتب زفتيان تودروف في فتح أمريكا كونكويستا لأمريكا مسألة الآخر، يقول ومر جماعة من النصارى أو المسيحيين يوما على هندية ترضع طفلها،
طفلة الرضيع ترضعه. يقول تدروف: ولما كان الكلب كلبهم جائعا فقد عمدوا مباشرة دون تأثم إلى ابنها فانتزعوه من أحضانها من على ثديها وألقوا به الكلب المفترس الذي أخذ ينهشه على بصر أمه. المسيحية رحمة. أحب لهؤلاء الإخوة، هذا الله وإياهم، الذين يزعمون أنهم ارتدوا عن الإسلام لأن الإسلام لا يعرف الرحمة لا يعرف التسامح. أحب لهم فقط أن يقرأوا. لذلك حين قلت لكم قبل السنين وعتب علي بعض المتعجلين: اقرأوا، المطلوب أن تقرأوا، واقرأوا كل شيء، اقرأوا للسماء والأرض، اقرأوا الأنبياء ولأعداء الأنبياء، اقرأوا لماركس ونيتشه أيها الإخوة ولينين وستالين، اقرأوا لكل أحد. وحين تقرؤون ستضح الرؤية ويضح النهج والسبيل وستصحح القراءة بعضها بعضا. لا نخاف على أنفسنا من القراءة. لست من الذين يظنون أيها الإخوة أن الحقيقة تقف بحيالها، لا لا لا، كل أهل الأديان يعتقدون المطلوب هو الحقيقة، أنا أقول الحقيقة تقف دائما وتأتي دائما بعد المعرفة. هذا هو. العلمانيون لا يؤمنون بالحقيقة، يقدسون المعرفة. المتدينون لا يخضعون للمعرفة، يؤمنون بالحقيقة. هذا خطأ وهذا خطأ. أنا ظني وهذا منهج حياتي وفكري، الحقيقة لا تأتي إلا بعد المعرفة. المعرفة أولا، وإذا تحدثنا عن المعرفة تحدثنا عن التوثيق والصدقية والمنهجية العلمية الصارمة المخترمة والموضوعية في البحث والدرس، وتأتي بعد ذلك الحقيقة لتدوج خياراتنا القلقة لتحسم موضوع الخيار. أهلا وسهلا. بعد المعرفة لا قبل المعرفة. وبهذا المعنى فلسنا متدينين تقليديين ولسنا علمانيين مقلدين، نحن لسنا من هؤلاء ولا من هؤلاء. هكذا أيها الإخوة، وضع مخيف جدا. كيف تم تنصير هؤلاء؟ عدد الذين قتلوا مختلف فيه جدا، يحبون أن يخبر العالم أنه لا يتجاوز بضعة ملايين، بعض متوسط يقول من 30 إلى 100، بتقدير لاس كازاس مليار. الذين أبيدوا أكثر سكان المعمورة كانوا متواجدين في تلكم الأصقاع أيها الإخوة، كانوا في منتهى السلام. ولي خطبة قديمة عن هذا الموضوع، قال أقدرهم ليس بأقل من 1,000,000,000، قال تمت إبادتهم بالكامل. باسم ماذا؟ باسم أقنوم ثنائي هذه المرة، ليس ثالوثيا، أقنوم ثنائي أو ثنائي الأقنوم، الكنيسة أو الكتاب المقدس والحضارة. وكل أقنوم من هذين الأقنومين في هذا الثنائي كان كافيا لتبرير المذابح والمسالخ أيها الإخوة. إليزابيث الأولى أول كنيسة دشنتها للرقيق للاسترقاق، سرقة الشعوب أيها الإخوة، سرقة الأبدان، سرقة الناس، هذا الكيان الحر، سمتها يسوع، جيسس، يسوع اسمه يسوع، يصرخ الناس يستعبدون باسم يسوع. رحمة الله على أمير الشعراء أحمد شوقي، قال يا حامل الآلام عن هذا الورى كثرت عليه باسمك الآلام، يا حامل الآلام عن هذا الورى كثرت عليه باسمك الآلام، باسم يسوع. سفينة إليزابيث التي كان شريكها فيها وفي ريعها من؟ جون هوكنز، القرصان الأكبر، أكبر بايرت، أكبر قرصان أيها الإخوة وسارق البشر ها والإمكانات، جون هوكنز كان شريكا لإليزابيث الأولى في يسوع، وأصبحت يسوع أسطولا من 190 سفينة حمولتها في المرة الواحدة. هذه حرب الاسترقاق، هذا فصل أشد سوادا من السواد نفسي أيها الإخوة في تاريخ هؤلاء. كانت حمولة 190 سفينة زهاء 500,000 من الرقيق في المرة الواحدة، 471,000 في المرة الواحدة يتكلمون. ولما دشروا أول سفينة وعلى بركة يسوع إن شاء الله تمخر عباد الماء وتسرق البشر لتستعبدهم وتستنزفهم أيها الإخوة، طلبوا من رجال الدين المستند الشرعي، فإذا بالآيات تترى سريعة عاجلة من فصول كثيرة خاصة من العهد القديم بأن الرقيق مباح لا شيء فيه، يتوني بآية واحدة من كتاب الله أيها الإخوة. أتحدى، ولا يعلم هذا على فكرة أكثر المسلمين للأسف، خاصة من الذين يرتدون عن الإسلام عباقرة الدرس والبحث المقارن، آية واحدة، أبغي آية واحدة تأمر بالاسترقاق، والله العظيم لن تجدوها لأنها غير موجودة، لا يوجد. لكن ستجدون عشرات الآي تحث على وتحفز على وتأمر على ماذا؟ على الاعتاق.
ليس على الاسترقاق. ولذلك تساءل المرء، إذن هذا الكتاب الأجل كان له خطة، كان من وراء ظواهره خطة، خطة معينة. ما هي الخطة؟ تحرير الأرقاء، تحرير الرقيق، القضاء عليه، تجفيف المنبع أيها الإخوة، تضييق المدخل وتوسيع المخرج. طبعا ما في آية واحدة تأمر بالاسترقاق، عشرات الآيات تتحدث عن ماذا؟ عن كفارة العتق، عتق 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 أيها الإخوة، معظمها على الإطلاق تتحدث عن رقاب غير مقيدة إياها بوصف الإيمان، أليس كذلك؟ أي رقبة، مسلم أو غير مسلم، حرر تحرير البشر، ثم اترك البشر بعد ذلك لخيارهم. ابن كمال باشا إمام الحنفية في عصره سئل إخواني وأخواتي مرة في مسألة أثارت لغطا بين فقهاء الأحناف، طفل صغير تنازع فيه رجلان، أحدهما يزعم أنه ابنه والآخر يزعم أنه عبده رقيق ورثاه عن أبيه، لكن الذي يزعم أنه عبده أيها الإخوة هو مسلم، والذي يزعم أنه ابنه هو مسيحي، فقال يخضى به للمسيحي لغير المسلم. كيف؟ قال لأن الحرية مقدمة، الحرية مقدمة على الدين، الإنسان يعيش حرا، أترك بعد ذلك خياره الديني لحريته ليدرس الأديان وليختار بعد ذلك دينه. وبعدين طفل صغير حقيقة، طفل صغير، الرأي الراجح في نظري وهو رأي الشوافع لا يحكم بإسلام حقيقي لصبي، إسلام تبعي هذا، لكن أن يسلم حقيقة بحيث بعد ذلك يسمى مرتد، أن يرتد لابد أن يستعلم بهذا الإسلام بعد البلوغ حين يرشد ويكتمل عقله. دين عظيم يا أخي، ما هذا الدين؟ هذا دين أو فلسفة التحرير؟ هذا ديننا، هذا شرفنا، هذا فخرنا. نسأل الله يفقهنا فيه ويفتح علينا ويفتح عيون بصائرنا وأبصارنا لنذود عنه ونحبب فيه أبناءنا وبناتنا ناشئتنا أيها الإخوة وإخواننا وجيراننا ومن أحببنا له الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، وقد أدركنا الوقت فلا حيلة، إسلام الواقع نرجئه إن شاء الله أو نرجئ الحديث فيه إلى مناسبة أخرى. تركنا النص وفرغنا من التاريخ، فلنأتي إلى الواقع، كيف يترجم مسلمو اليوم والحركات والأحزاب والجماعات والجمعيات والعامة والخاصة من العلماء والدعاء والفقهاء والخطباء والإخوة عن الإسلام؟ هل يترجمون إسلام الرحمة فعلا؟ إسلام التسامح؟ إسلام المحبة؟ الإسلام الواسع كما أراده الله؟ أم يترجمون إسلاما آخر؟ وربما كانت هذه النقطة وهذه هي المسألة التي أثارت تشويشا أيها الإخوة وقلقا في تصور هؤلاء المساكين الذين تركوا الإسلام وعافوه ورغبوا عنه إلى غيره، ربما متأثرين بالواقع بغلظة بعض المسلمين، بعض العلماء، بعض الدعاة، بعض الجماعات، الجمعيات، بعض الاتجاهات. لكن سنرى نصيب هؤلاء من تصوير الإسلام الحق ومدى قربهم أو بعدهم عن الإسلام الجوهر كما أراده الله وكما أنزله وكما فهمته الأمة عبر بعض المتوسط، وأقول من 30 إلى 100 بتقدير لاس كازاس مليار، الذين أبيدوا أكثر سكان المعمورة كانوا متواجدين في تلك الأصقاع أيها الإخوة، كانوا في منتهى السلام. ولي خطبة قديمة عن هذا الموضوع، قال أقدرهم ليس بأقل من 1,000,000,000، قال تمت إبادتهم بالكامل. باسم ماذا؟ باسم أقنوم ثنائي هذه المرة، ليس ثالوثيا، أقنوم ثنائي أو ثنائي الأقنوم، الكنيسة أو الكتاب المقدس والحضارة. وكل أقنوم من هذين الأقنومين في هذا الثنائي كان كافيا لتبرير المذابح والمسالخ أيها الإخوة. إليزابيث الأولى، إليزابيث الأولى أول كنيسة دشنتها للرقيق للاسترقاق، سرقة الشعوب أيها الإخوة، سرقة الأبدان، سرقة الناس، هذا الكيان الحر، سمتها يسوع، جيسس، يسوع اسمه يسيء، يسوع يصرخ الناس يستعبدون باسم يسوع. رحمة الله على أمير الشعراء أحمد شوقي قال يا حامل الآلام عن هذا الورى
كثرت عليه باسمك الآلام. يا حامل الآلام عن هذا الورى، كثرت عليه باسمك الآلام، باسم يسوع. سفينة إليزابيث التي كان شريكها فيها وفي ريعها من؟ جون هوكنز، القرصان الأكبر، أكبر بايرت، أكبر قرصان أيها الإخوة، وسارق البشر ها والإمكانة. جون هوكنز كان شريكا لإليزابيث الأولى في يسوع، وأصبحت يسوع أسطولا من 190 سفينة حمولتها في المرة الواحدة. هذه حرب الاسترقاق، هذا فصل أشد سوادا من السواد نفسه أيها الإخوة في تاريخ هؤلاء. كانت حمولة 190 سفينة زهاء نصف مليون من الرقيق في المرة الواحدة، 471 ألف في المرة الواحدة يتكلمون. ولما دشروا أول سفينة وعلى بركة يسوع إن شاء الله تمخر عبال الماء وتسرق البشر لتستعبدهم وتستنزفهم أيها الإخوة، طلبوا من رجال الدين المستند الشرعي، فإذا بالآيات تترى سريعة عاجلة من فصول كثيرة خاصة من العهد القديم بأن الرقيق مباح لا شيء فيه. يتوني بآية واحدة من كتاب الله أيها الإخوة، أتحدى، ولا يعلم هذا على فكرة أكثر المسلمين للأسف، خاصة من الذين يرتدون عن الإسلام عباقرة الدرس والبحث المقارن. آية واحدة، أبغي آية واحدة تأمر بالاسترقاق، والله العظيم لن تجدوها لأنها غير موجودة، لا يوجد. لكن ستجدون عشرات الآي تحث على وتحفز على وتأمر على ماذا؟ على الاعتاق، ليس على الاسترقاق. ولذلك تساءل المرء، إذن هذا الكتاب الأجل كان له خطة، كان من وراء ظواهره خطة معينة. ما هي الخطة؟ تحرير الأرقاء، تحرير الرقيق، القضاء عليه، تجفيف المنبع أيها الإخوة، تضييق المدخل وتوسيع المخرج. طبعا ما في آية واحدة تأمر بالاسترقاق، عشرات الآيات تتحدث عن ماذا؟ عن كفارة العتق، عتق 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 أيها الإخوة، معظمها على الإطلاق تتحدث عن رقاب غير مقيدة إياها بوصف الإيمان، أليس كذلك؟ أي رقبة، مسلم أو غير مسلم، حرر تحرير البشر، ثم اترك البشر بعد ذلك لخيارهم. ابن كمال باشا إمام الحنفية في عصره سئل إخواني وأخواتي مرة في مسألة أثارت لغطا بين فقهاء الأحناف، طفل صغير تنازع فيه رجلان، أحدهما يزعم أنه ابنه والآخر يزعم أنه عبده، رقيق ودفاه عن أبيه، لكن الذي يزعم أنه عبده أيها الإخوة هو مسلم، والذي يزعم أنه ابنه هو مسيحي، فقال يقضى به للمسيحي لغير المسلم. كيف؟ قال لأن الحرية مقدمة، الحرية مقدمة على الدين، الإنسان يعيش حرا، اترك بعد ذلك خياره الديني لحريته ليدرس الأديان وليختار بعد ذلك دينه. وبعدين طفل صغير حقيقة، طفل صغير، الرأي الراجح في نظري وهو رأي الشوافع، لا يحكم بإسلام حقيقي لصبي، إسلام تبعي هذا، لكن أن يسلم حقيقة بحيث بعد ذلك يسمى مرتد، يرتد، لابد أن يستعلم بهذا الإسلام بعد البلوغ حين يرشد ويكتمل عقله. دين عظيم يا أخي، ما هذا الدين؟ هذا دين أو فلسفة التحرير؟ هذا ديننا، هذا شرفنا، هذا فخرنا. نسأل الله يفقهنا فيه ويفتح علينا ويفتح عيون بصائرنا وأبصارنا لنذود عنه ونحبب فيه أبناءنا وبناتنا، ناشئتنا أيها الإخوة وإخواننا وجيراننا ومن أحببنا له الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، وقد أدركنا الوقت فلا حيلة، إسلام الواقع نرجئه إن شاء الله، أو نرجئ الحديث فيه إلى مناسبة أخرى. تركنا النص وفرغنا من التاريخ، فلنأتي إلى الواقع، كيف يترجم مسلمو اليوم والحركات والأحزاب والجماعات والجمعيات والعامة والخاصة، ما العلماء والدعاء والفقهاء والخطباء والإخوة عن الإسلام؟ هل يترجمون إسلام الرحمة فعلا؟ إسلام التسامح؟ إسلام المحبة؟ الإسلام الواسع كما أراده الله، أم يترجمون إسلاما آخر
وربما كانت هذه هي النقطة وهذه هي المسألة التي أثارت تشويشا أيها الإخوة وقلقا في تصور هؤلاء المساكين الذين تركوا الإسلام وعافوه ورغبوا عنه إلى غيره، ربما متأثرين بالواقع بغلظة بعض المسلمين، بعض العلماء، بعض الدعاة، بعض الجماعات، الجمعيات، بعض الاتجاهات. لكن سنرى نصيب هؤلاء من تصوير الإسلام الحق ومدى قربهم أو بعدهم عن الإسلام الجوهر كما أراده الله وكما أنزله وكما فهمته الأمة عبر استغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، وقد أدركنا الوقت فلا حيلة، إسلام الواقع نرجئه إن شاء الله أو نرجئ الحديث فيه إلى مناسبة أخرى. تركنا النص وفرغنا من التاريخ، فلنأتي إلى الواقع. كيف يترجم مسلمو اليوم والحركات والأحزاب والجماعات والجمعيات والعامة والخاصة من العلماء والدعاء والفقهاء والخطباء والإخوة عن الإسلام؟ هل يترجمون إسلام الرحمة فعلا؟ إسلام التسامح؟ إسلام المحبة؟ الإسلام الواسع كما أراده الله؟ أم يترجمون إسلاما آخر؟ وربما كانت هذه هي النقطة وهذه هي المسألة التي أثارت تشويشا أيها الإخوة وقلقا في تصور هؤلاء المساكين الذين تركوا الإسلام وعافوه ورغبوا عنه إلى غيره، ربما متأثرين بالواقع بغلظة بعض المسلمين، بعض العلماء، بعض الدعاة، بعض الجماعات، الجمعيات، بعض الاتجاهات. لكن سنرى نصيب هؤلاء من تصوير الإسلام الحق ومدى قربهم أو بعدهم عن الإسلام الجوهر كما أراده الله وكما أنزله وكما فهمته الأمة عبر الإسلام وعافوه ورغبوا عنه إلى غيره، ربما متأثرين بالواقع بغلظة بعض المسلمين، بعض العلماء، بعض الدعاة، بعض الجماعات، الجمعيات، بعض الاتجاهات. لكن سنرى نصيب هؤلاء من تصوير الإسلام الحق ومدى قربهم أو بعدهم عن الإسلام الجوهر كما أراده الله وكما أنزله وكما فهمته الأمة عبر عن الإسلام الجوهر كما أراده الله وكما أنزله وكما فهمته الأمة عبر